ونرجع لدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. أهلا بحضرتك يا دكتور، وكيف ترى السيناريوهات في الأيام القادمة فيما يخص استقالة وزير الدفاع السابق بني جانس، ويعني السيناريوهات الأقرب لنتنياهو، خيارات نتنياهو في الأيام القادمة؟ نتنياهو قراره معروف واستراتيجيته وسياسته معروفة. نتنياهو أصبح يعتبر الحرب هدفا وليست وسيلة، هو يعتقد بأن استمرار الحرب وربما أيضا فتح جبهات أخرى، كما تتضافر الأنباء الآن عن استعدادات إسرائيل واستنفارها لفتح جبهة في الشمال مع لبنان، كل هذا نتنياهو يعتقد أنه هو طوق النجاة بالنسبة له للبقاء على سدة السلطة في إسرائيل، والنجاة من الملاحقة القضائية ومن المعارضة التي تتعاظم يوما بعد يوم، بالذات أن الجميع بدأ يكتشف أن نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بشكل عام يكذبون عندما يتحدثون عن أهدافهم من وراء الحرب. تحدثوا عن استعادة الأسرى الإسرائيليين فقتلوه، وتحدثوا عن إزالة حماس رغم أن الإسرائيليين يعرفون قبل غيرهم أن نتنياهو هو أكثر من دعم وجود سلطة لحماس في قطاع غزة لكي يتخلص من وحدة الأراضي الفلسطينية ولكي يمنع قيام دولة فلسطينية، وهو اليوم يؤكد على هذا عندما يعلن صراحة بشكل يوم أنه يعارض فكرة أن تكون أو أن تتولى السلطة الوطنية الفلسطينية مقاليد الأمور في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، لأنه لا يريد وحدة الأراضي الفلسطينية ولا يريد تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني. لذلك التوقعات أن نتنياهو سوف يهرب أو سوف يواصل الهروب إلى الأمام، سوف يواصل محاولة الاستمرار في العدوان لأهدافه العامة ولأهدافه الشخصية. الأهداف العامة هو لا يريد وحدة الأراضي الفلسطينية ولا يريد دولة فلسطينية، والأهداف الشخصية لأنه يريد أن يستمر في الحكم، وهو يعتقد أن استمرار الحرب هو الوصفة المناسبة لبقائه في هذه. دكتور محمود، أثر ما يحدث على مسار المفاوضات فيما يخص الحرب على غزة؟ المفاوضات اللي بيتجري الحديث عنها بصراحة، من الواضح أن نتنياهو يستغلها فقط لذر رماد في العيون. في المقابل الولايات المتحدة الأمريكية لا تبدي جدية حقيقية في إنجاح هذه المفاوضات رغم الجهود المصرية ورغم الجهود القطرية الحقيقة في هذا الموضوع. في المقابل أيضا حركة حماس يعني لا تبدي مسؤولية وطنية، بصراحة نتحدث لا تبدي مسؤولية وطنية حقيقية في مواقفها. أصبح واضح الآن حتى لدى المواطن الفلسطيني العادي أن حماس كل ما تطلبه وما تريده هو أن تعود الأمور إلى ما قبل 7 أكتوبر فقط. طيب كل هذه التضحيات اللي احنا قدمناها والخسائر والدمار في مقابل ماذا؟ في مقابل أن نعود فقط إلى نقطة الصفر؟ أمر يحتاج إلى مراجعة، ربما لا يكون هذا هو وقته بشكل كامل لكنه يحتاج إلى مراجعة في المستقبل. نحن نركز جهودنا الآن، ويجب أن نركز جهودنا وجهود الجميع على وقف العدوان وقفا شاملا وكاملا وعلى حقن الدماء الفلسطينية. هذا هو المسار الذي توليه القيادة الفلسطينية أولوية هامة وأولوية خاصة، وهو المسار أيضا الذي توليه مصر وقطر والمجموعة العربية الأهمية القصوى والأولوية. كيف يتحقق هذا المسار اليوم يا دكتور محمود برأيك؟ الأمر يحتاج إلى ضغط دولي، يحتاج إلى قرار ملزم من مجلس الأمن. نسمع الآن عن
مقترحات لمشاريع قرارات ستقدم لمجلس الأمن، لكن هذه القرارات إذا بقيت بدون آليات تنفيذ ملزمة ستبقى حبرا على ورق، ستضاف إلى سلسلة القرارات الطويلة التي صدرت عن مجلس الأمن والمنظمات الدولية بخصوص فلسطين وبخصوص العدوان الإسرائيلي. نحن نحتاج إلى قرارات ملزمة تتضافر فيها الجهود الدولية ومع الجهود العربية لإلزام إسرائيل وإجبارها على وقف العدوان، وفي نفس الوقت وضع آليات مجدية منتجة مفيدة لتغيير كل الوضع القائم عبر فتح الأفق السياسي وإنهاء الاحتلال وانسحاب إسرائيل، وحتى في موضوع الأسرى الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين إحنا مع أن يكون في نوع من التبادل في هذا الموضوع. موضوع الأسرى الفلسطينيين بالنسبة إلينا قضية وطنية من الطراز الأول، لكن في نفس الوقت إنقاذ قطاع غزة وحماية المدنيين في قطاع غزة وحماية المواطنين هي أولوية قصوى بالنسبة للقيادة الفلسطينية. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، شكرا لحضرتك.